هاي ازيكم؟ انا ايه مصطفى. النهارده هنلعب مع بعض لعبه حقيقه ام خرافه، هنتعرف فيها على الدين البهائي. تعتبر البهائيه امتدادا للديانات السماويه، وهي مستمده من المذهب الشيعي. جزء منه حقيقه وجزء منه خرافه. الجزء الحقيقه ان هو ممتد فعلا من الديانات السماويه. الجزء الخرافه ان هو له علاقه بالمذهب الشيعي. هو ملوش اي علاقه باي مذهب اخر. يوجد ملايين من البهائيين حول العالم. حقيقة هو فعلا الدين البهائي هو ثاني أكثر الأديان انتشارا من الناحية الجغرافية، يعني كل بلد في العالم بيكون فيها على الأقل مجموعة من البهائيين موجودين. قبلة البهائيين هي مكة. خرافة. قبلة البهائيين هي عكا، هو المكان اللي اتدفن فيه حضرة بهاء الله سنة 1892. ليس للبهائية كتاب مقدس. خرافة. الدين البهائي له كتاب مقدس، هو الكتاب الأقدس. والحقيقة أن حضرة بهاء الله نزل عليه أكتر من 100 مجلد، ولكن أهمهم هو الكتاب الأقدس لأن فيه الأحكام والتشريع والحدود. كبهائية لا أواجه صعوبات في حياتي. يعني هو حقيقة وخرافة. في حاجات كتير جداً متوفر لنا بشكل عادي زينا زي اي مواطن اخر. يمكن عندنا بعض التحديات في استخراج بعض الاوراق الخاصه، او ان احنا نحصل على مدافن ان احنا ندفن فيها الموتى. واحده من التحديات برضو هي اثبات عقود الزواج. على تجربه شخصيه، يعني انا مثلا والدتي لحد دلوقتي هي مقيده انسه، لان هي مش عارفه تثبت لسه ان هي تزوجت وان احنا اولادها. من قواعد الدين البهائي عدم الخوض في الحياه السياسيه. حقيقة. والحقيقة ان احنا بنشارك في بعض الحقوق المدنية، زي ان احنا بنشارك في الانتخابات، بنشارك في الحوارات السائدة في المجتمع، بنشارك في المبادرات الاجتماعية. ولكن يعني احنا بنحترم حتى كل الناس اللي بتشارك في الاحزاب، بتكون جزء من الاحزاب، لكن احنا بنحس انه ساعات الاحزاب بتولد نوع من انواع الكراهية والجدال والنزاع، ودي حاجة احنا منحبش ان احنا نكون جزء منها ونشارك فيها. يعني يصوم البهائيون شهرا كاملا كل سنة. خرافة بالنسبة للوقت، لكن مش بالنسبة لمفهوم الصوم نفسه. يعني احنا بنصوم في آخر السنة البهائية، في آخر شهر، وده بيكون ما بين من 2 ل 21 مارس. والصيام نفسه بيكون أول الشروق لحد الغروب، امتناع كامل عن الأكل والشرب. السنة البهائية تختلف عن السنة الميلادية. حقيقة التقويم البهائي هو اسمه التقويم البديع. هو بدأ سنة 1844 ميلاديا، اللي هي 1260 هجريا. باختصار التقويم البهائي هو 19 شهر، كل شهر بيكون 19 يوم. وبحسبة بسيطة هنلاقي ان في 4 أو 5 ايام زيادة، دول بيكون اسمهم ايام الهاء، وهم مخصصين للكرم والعطاء والبذل والاحتفال وخلافه. الحدائق البهائية المقدسة يجب على كل بهائي زيارتها. حقيقة الحدائق دي ليها تاريخ وليها قيمة بالنسبة للبهائيين، لأن هي المكان اللي اتدفن فيه حضرة بهاء الله رسول المؤسس الدين البهائي، وحضرة الباب اللي هو المبشر بحضرة بهاء الله. وحضرة بهاء الله مثلا اتدفن هناك سنة 1892، فهي عشان كده ليها قيمة كبيرة جدا عندنا. يعني لا توجد مناصب دينية ورجال دين في البهائية. دي حقيقة فعلا، مفيش أي مناصب يعني شيوخ أو كده، ولكن إحنا عندنا هيئات إدارية هي اللي بتدير شؤون البهائيين على النطاق المحلي. مثلا في المحافل المحلية، ودي بيتم انتخابها بشكل سري بالاختراع من غير أي حملات دعائية، لأنه وجودنا في حاجة زي كده هو خدمة مش منصب. بعد كده رح نتكلم على النطاق المركزي أو الدولي، فإحنا عندنا محافل مركزية هي مسؤولة عن البهائيين في الدولة دي. بعد كده على النطاق العالمي عندنا بيت العدل الأعظم، هو الهيئة الإدارية العليا اللي كل البهائيين بيرجعوا ليها، والنظام الإداري ده حضرة بهاء الله وصلنا إن احنا نتبعه وإن احنا نلتزم بيه.